اسمه الكلاسو كونو. اما فكرك بسرعة يعني ايه كلاسو كونو؟ لو واحد مولود اهو بيتولد بمشكلة هنا عنده ايه؟ عنده كونجنيتال تروما الويك. نتيجة هذا الويكنس يبتدي يحصل بلجنج في العين، ممكن يتكون كون او مكروت. هذا المكروت كده احنا بنلاقي الحته اللي فاتت كرياتو كون بالعربي يعني القرنية المكروتية. هذا حاجة من كرياتو كون يا جماعة، من البلجنج في اي جزء من القرنية؟ السنترال بارت. The peripheral part of the cornea, the peripheral part of the cornea is still a, it is still normal. المرض ده اسمه الكيراتوكورا. خد بالك بقى ان الكيراتوكورا ممكن يتلخبط مع مرض تاني ليها في دعوة. اللي شو عليك؟ انا عارفها يا معايا عايز تيجي عليكي؟ لا زمانك هيعيطوا منك. ده الكيراتوكورا. الكيراتوكورا ممكن يتلخبط مع مرض تاني. يقول ده في عيان صبوا ايه؟ ده نور بلو، ده عيان نور بلو كويس؟ ممكن يتولد بالمنظر ده، عنده increase في الكربيتشر of the cornea. تخد ذلك increase في الكربيتشر بتاع كل ايه؟ بتاع كل الكورنيا مش السنترال البارت بس. ده مرض بيتلخبط معانا اسمه كيراتو جلوما. ما هو الديفينيشن اوف كيراتو جلوما؟ ده برضه مرض كونجنتال، عباره عن كونجنتال انلارجمنت في كل الانتيريور سيجمنت. يعني الكورنيا كبرت وكمان طبعا مين كبرت؟ الانتيريور شامبر دي بنسميها الانتيريور سيجمنت. هسألك سؤال، هذا الانلارجمنت سنترال ولا يونيفورم؟ اهم كلمه هنا ايه؟ يونيفورم. يبقى حصل ايه المرض ده؟ المرض عباره عن كونجنتال يونيفورم انلارجمنت في كل الانتيريور سيجمنت. عايزين نقارن ده بده. ده اسمه كيراتو كولون وده اسمه كيراتو جلوبال. ماشي يا جماعه؟ المقارنه بينهم دي مهمه. او تي سي ار تي سي دي مقارنه. او تي سي ار تي سي يعني او سي دي سي كول سي كول او تي سي ار ريفراكشن تي تي اللي هي الايه؟ الدري. او تي سي ار تي سي واحده واحده. الاو ده اللي بيجي ام
قلنا ايه؟ RGD. بالنسبة للريفراكشن، حتى فاكر الكراتو كونس ده، كراتو كونس اهو، يحصل ايه يا جماعة؟ القصة اللي فاتت، الحتة اللي ايه؟ قوتها بيحصل لها ايه؟ بتزيد، ده مرض بنسميه ايه؟ مايوبيا، مش ده كان بيحصل مايوبيا القصة اللي فاتت؟ ولكن نتيجة ان القرنية بقت معروكة كده، بقى في جزء من الأشعة بيتجمع قدام الريتنا، وفي جزء من الأشعة بيتجمع على الريتنا. اسمه ايه المرض المشهور ده؟ اسمه أستيغماتيزم. طب العيان ده يا جماعة عنده زيادة في ايه؟ في الكيرفيتشر، خلاص؟ الكيرفيتشر زاد، والأشعة تتجمع فين؟ قوة الكورنيا زادت، قمت تجمع الأشعة هنا، ده مرض اسمه ايه؟ مرض هنا في مايوبيا من غير ايه؟ ينفع العيان بتاع الكراكو كورنر يقفل ضغط كونتاكت لينز، بص كده بص كده اهو، لو لبسته ضغط كونتاكت لينز ده ما عملتش حاجه، ضغط كونتاكت لينز هتتشكل بشكل الكور. العيان ده علامه هارد كونتاكت لينز اهي، تعالى عشان نعالجه هنلبسه كونتاكت لينز كده اهو، تغيير كونتاكت لينز المره دي مالها؟ لا تتشكل بشكل الكور، الحته دي كلها بقى بتتملى فيه الفيلم، يبقى ده علامه هارد كونتاكت لينز. هارد كونتاكت لينز كده العيان يلبسها يشوف ستة على ستة. امال ايه مشكلتها؟ لو حد فيكم جربها لا قدر الله يعني عارف مشكلتها صعبة. الاملا في فورين بودي في عينيا، انت حاطط لي توبه في عينيا، مشكلتها الهارد كونتاكت لينز حاجه اسمها ايه؟ ما حدش شايف الباكوله، حاجه اسمها انتوليرانس. يعني ايه انتوليرانس؟ يعني العيان مش بيستحملها. طب لو العيان مش عايز يستحمل الكونتاكت لينز ايه الحل يا جماعه؟ حتى اللي برضه انت عايز تعمل فيها ايه؟ عايز تشيلها كده اهو وتركب حته القرنيه اللي اهو كده اهو، يبقى العيان كده، يبقى المرض او العلاج قليل ايه؟ كراتو كورن. خد بالك انا هديتك فكره عن تريتمنت اوف كراتو كورن. بص تريتمنت اوف كراتو كورن هقول لك ايه؟ كنت ابتديت نوعها؟ هارد. هقول لك لما تزهق تعمل ايه في الاخر؟ كراتو كورن ده علاجه ايه بس؟ ده نظاره ايه؟ يا زهق كنت ابتديت. او سي جي. او سي جي كده، على فكره كده ده مهم. ايه ده انكريز الدايمتر، ده انكريز مش الريشه، لا صح؟ زودوها لو اتفقرا العلاج. انا بفضل العلاج عشان تجيبوا احدث علاج في الجراد كله. لما تقولوا في الشامبوي الدكتور الممتحن هيؤمن عليه على فجاه بدا يلمع بقى كده، ده بدا بقى يعني ينفعل معاك. ليه؟ انت عارف الكلام ده ازاي يا حبيبي قلبي؟ يا حبيبي عارف الكلام ده يا عزم ليه مبسوط قوي؟ ليه؟ علوم كلام يا جماعه لسه جديد خالص، لسه ما اتكتبش في الكتب. قول ده ليه؟ ليه انا بقوله؟ لان احنا بدانا نعمله كويس، بدانا نحط ثقتنا في العلاج الحديث ده اللي انا لسه ما قلتوش، بدانا نعمله. طب تعالى نقول العلاج القديم من اول من الارض. زمان ما كانش عندنا ايه عشان نصلح على غير نصلح الكلام ده كله، ما كانش عندنا الريبورت غير النظاره، وغالبا النظاره بتنفع في الارلي كيسز والكابشن. حد يقول لي لو عملنا كنت اكتبت هتلاقيها ايه؟ هارد كونتاكت. ايه قلت كده؟ هارد كونتاكت لينز صحيح، كلكم عارفين ولا لا؟ بتعدي ايه؟ الاكسجين. عشان كده اخترعنا دلوقتي كونتاكت لينز بتعدي الاكسجين. ده ايه؟ ما ار جي دي يعني ايه؟ ريجيت جاز تريجر كونتاكت لينز. ايه قلت كده؟ دي انا لسه قايل العام اللي بيستحملها، اللي بيستحملها بيسميها ايه يا جماعه؟ فبتسميها ايه؟ انتولرانس. هسألك سؤال، لو العيان لابس النظاره بس لابس الهارد كونتاكت لينز لقى نفسه مش مستحملها، او بدا تظهر له قبات هنا فين؟ عند الايبكس اوف ذا بون. ايه الحل بقى؟ طبعا حل ايه؟ خلاص نظاره فشلت، هارد كونتاكت لينز فشلت، بدات تظهر قبات. التريتمنت الوحيد هو ايه بقى؟ انا لسه قايله كيراتو بلس.
الجراد الضغطي حقيقة أنواع كتير. كل من ضمن الأنواع طبعا أنا ليه أخدها النهاردة عشان ده حاجة بقى أوبتيك الجراد الضغطي وحاجة اسمها فيديو الجراد الضغطي. بقولك إيه؟ بص لأن أي عيان يبقى عنده أوبتيك وأنت تحلها له وتركب فرامية جديدة نسميها فيديو الجراد الضغطي. لأن فيديو الجراد الضغطي خاصة بإيه؟ خاصة بإيه حتى نذكرها من إيه؟ جنب الأوبتيك. طب واحد ما عندوش أوبتيك بس القرنية بتاع كوريجولر ولا معروفة دلوقتي؟ معروفة. انا هشيل القرنية على كم معروفة. لما تشيل القرنية عشان فيها ايه الريجولاريتي ده بنسميه اوبتيكال جراتو بلاس. الاوبتيكال جراتو بلاس ملوش غير مثالين في المنهج. اول مثال اهو العيان عنده ايه؟ جراتو بلاس. ثاني مثال عيان القرنية بتاعته عاملة كده. ايه ده؟ استجماتيزم. هنشيل القرنية دي ونحط جراتو بلاس نسميها ايه؟ فيجوال ولا اوبتيكال؟ قلنا فيجوال بتتبعت ايه؟ وبس اوبتيكال بتاعت القرنية اللي فيها ايه؟ يبقى ان شاء الله كمان شويه لما اجي اقول لك اديني مثالين للاوبتيكال جراتو بلاس. مثالين قرنية معروفة في مين وفي مين اهو في الجراتو كولنز وفي الايه؟ وفي الاستجماتيزم. دي دي كلام نظري. لكن الكلام العملي ايوه بتعمل الجراتو بلاس شكلها عامل ازاي؟ زمان كانوا بيعملوا الجراتو بلاس زي الزفت. ايه بقى؟ يقول لك فستان مخروط مخروط اهو انت عايز تشيله صح؟ لو ده بيعملوا ايه؟ تروح تقيله كله كده وجايبين قرنيه جديده كده. الترقيع ده يا جماعه لا ميلر ولا فول تكنس؟ فول تكنس. كانوا زمان بيعملوا بي كي بي بنتريتنج جراتو بلاستي اسمه فول تكنس جراتو بلاستي. يبقى واخد بي كي بي اختار ايه؟ بنتريتنج جراتو بلاستي وبالتالي لا ميلر ولا فول تكنس؟ فول تكنس جراتو بلاستي. طبعا الكلام ده يا جماعه سيء جدا. ليه؟ لان انا بعمل عمليه اخبار العين ايه؟ تحتها عشاء عشاء العين ده هكذا هو. مين يخش ولا بعمل عمليه انت فرمايتس تبقى العمليه بول عمليه خطيره جدا لان انا بفتح العين. طب بص انا هشرح لك عمليه جديده بقى. ايه الكلام الجديد؟ بقول لك ده الكون اهو. بقول لك ايه؟ شيل الكون كده. شيل كل الاستروما لحد تحت ايه؟ لحد الليب. حد فاكر كان عطانه ثواني كده؟ حد فاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ديسك. واللي تحته مين؟ انه تشيل لحد الليفل اوف ذا ديسمنت بريمبرين. كويس. ايه رايكم انت كده فتحت العين ولا العين السيل كلوز؟ سيل كلوز. ان شلت الكون اللي كان هنا تشيله بقى كده اهو وركب قرنيه جديده هنا وخير. العمليه دي جميله قوي. اولا ما تشوفوش دي عمليه ايه؟ لاميلر. سميها دارك اوبريشن. اختار ايه دارك اوبريشن؟ العمليه دي انا وصلت لحد جوه حد الاكبر فنسميها دي. طيب انا دخلت من قدام ولا من ورا؟ من قدام. تبقى ديب انتيريو لاميلر ولا فول تكنس؟ لاميلر. تبقى ديب انتيريو لاميلر جراتو بلاس. نشرحها النهارده تاني. نشرحها كمان مره النهارده. لما بعمل كده بيفتح بقى فين؟ معظم الريجولاريتي بتبقى انتيريو سيرفيس. ودايما الانتيريو سيرفيس في العيان ده بيبقى ايه؟ بيبقى سليم. فمفيش داعي ان انت توصل لحد ورا. يبقى العمليه نعم. لا عليك الكلام مو عطلته. الكلام الكونس يا جماعة معظمه كده الرجلان كده لما اي سيرتس معظم سيأتيوه سيرتس غالبا ايه؟ تاني فانت اقول لك ايه شيك كده لحد الليفل لحد تحت خالص لحد الجسم الممبرين والاندوثيليوم وبعدين حط كده خالص بس كده. لا مش انا ده عليك حاجه اصل انت ملوش علاج لانه وسيوك كانت تكون زي ما لسه قايل لانه ده بيؤثر على الناس. يبقى زمان كان ايه دلوقتي ايه؟ زمان كان بي كي بي دلوقتي دارك. اختار ايه دارك دي؟ ديب انتيرو لاميلر جراتو بلاس. خلاص؟ ده العلاج القديم. ايه العلاج الجديد ده؟ بتاع ايوه لو رمشر بقى ده انا علاجه حاجه ثانيه. هشرب الميه. لو رمشر هنخش ميه هشرب الميه وده علاجه بي كي بي. لو حصل اللي انت بتقوله ده علاجه بي كي بي. هنرجع للطريقه القديمه تاني ماشي؟ العلاج الجديد بقى بتاع الكراد كورنر فين؟ العلاج الجديد بتاع الكراد كورنر. الدكاتره بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا علاج لطيف قوي. بص انا عيان بص ده ارفع الدكتور هو الدكتور حتى لاحظ ان في هنا حلقه وفي هنا حلقه. الحلقه دي هناخدها وندككها دول القرنيه. حلقتين دول اسمهم انترا كورنيال رينج. ايه الفكره؟
بنيجي لو هتاخد فتحه من العين هنا فتحه دي بالمره فتحه اهي وبعدين نجيب الرينج وندكيها من الفتحه دي كده فخدناها جوه ده الرينج بقى تمشي جوه نقوم نكلم الفتحه دي وندخلها كده 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 ندخلها فين قدام ندخلها في الاي دي ندخلها في التيتو اوف ذا كورد في الاستروم اوف ذا كورد اهي الاولانيه رجل اجي الثانيه انا عملت فتحه في العين كده اروح مدخل الثانيه كده كويس كده لفيتها على الكورد انا دكتت رينج انسايد ذا كورنيا من العلاج بنسميه الاول كده بنسميه انترا كورنيا رينج طيب الرينج دي لما بتخش جوه بتنفرد ركز معايا كده ركز معايا الرينج لما يخش جوه هيفرد يعني الرينج ده كانت جوه في كي زد او في كون طالع كده وانا بقى شد كده يحصل ايه في الكون طب لو انا شادد الكون كده هل الكون ده هيعرف يكبر؟ لا هي دي الفكره الانترا كورنيا رينج بتقلل البروجريشن اوف ذا ايه؟ بس لما ينفعش انت كده يا سلمان يبقى قبل كده انت قبل كده كمان طب لا قدام قدام سيكشن قبل عين اهو ولا غير جاي يلا يا جماعه الناس اللي جايه متاخر تقعد لو سمحت روح شيل متاخر تاني انا باجي من بلد ثانيه بعيد انا باجي ساعه ونص سفر ساعه ونص وباجي قبلكم كلكم ليه؟ من بعد طنطا من بعد طنطا والله باجي اكتر من ساعه اكتر من ساعه والله باجي من بعد طنطا والله باجي من بعد طنطا والله انت هتنصح من الشباب من هذه الناس بص لو خدنا خمس اهي بص بص قبل ما نركب الرينج كانت الكورنيا جنب الفكره بعد ما اختار الرينج اهي الكورنيا الرينج بتشد كام سنين دول بيشدوا كده لما تشد كده وتشد كده بيحصل ايه في الكورنيا تاني الكورنيا بقت ايه؟ بقت تلاقي شفتوا منظر الرهيب ده؟ بس يا جماعه يبقى التو كورنيا رينج بيعملوا ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ يقللوا البروجريشن اوف ذا كون اسمها انترا كورنيا رينج فيها مشكله بقى انترا كورنيا رينج ينفع ادككها في القرنيه لو القرنيه رفيعه يعني لو القرنيه دي رفيعه صح مركز جواها رينج ممنوع تركب الكورنيا الرينج لو السكت اوف ذا كورنيا اقل من 400 مايكرو اللي فيها مشكلتين ما تتعملش غير ايه؟ ايرلي وما تتعملش لو السكت اقل من 400 مايكرو حد فاكر السكت اوف ذا كورنيا نورمال كام؟ 450 برافو عليك طب في علاج تاني احدث منه شويه اسمه كروس لينكينج هفكركم بحاجه قلتها الحصه اللي فاتت قلت الحصه اللي فاتت ان القرنيه نورمال كلنا عارفين الكلام ده ان القرنيه بتتكون من لير وزنين لير من الكولاجين اهي ادي اللير من الكولاجين اهي كولاجين باندل وفي ان بتوين ذا كولاجين باندل دي رابط الرابط دي اسمها كروس لينك ايه رايك العلاج طريقه لو لقينا طريقه تخلي الروابط دي اقوى اقوى من الاول واكثر استخدم الطريقه دي طبعا في علاج الكريتوكول لان الطريقه دي هتزود لي الانتجريتي اوف ذا ستروك تخلي الستروك انسب فما يحصلش فيها مور ايه؟ مور بروتين. ازاي بنعمل الموضوع ده؟ رقم واحد في العلاج بنشيل ده شلنا مين؟ الابيثيليوم وبعد الابيثيليوم نحط قطره ريبوفلافين لحد ما القرنيه كلها تتملى ريبوفلافين. بقول لك العيان اللي قرنيته مليانه ريبوفلافين لو عرضناه للارض ريبوفلافين تلاقي القرنيه بقت زي الحديد. تلاقي الكروس لينك اللي جوه دي بقت قويه جدا جدا جدا. اسمه ايه العلاج ده؟ انا بقوي الكروس لينك. فالعلاج بنسميه كروس لينكينج يبقى ايه خطوات الكروس لينكينج رقم واحد هنشيل الابيثيليوم رقم اثنين هنحط قطره ريبوفلافين وبعدين نعرض القرنيه اللي مليانه ريبوفلافين لايه؟ الالترا فايلوت اللي صالح حضرتك الاحمرات هنستفيد ايه؟ لما عملت الحكايه دي هيحصل ايه في الانتجرتي اوف ذا ستروما؟ تبقى تبقى اقوى هيحصل ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ هيقل خلي بقى خد بالك في علاج في سؤال بيتر اللي هيقرا في السؤال ده غالبا هيتفرج جانبا في حاجه صعبه بقول لك ايه انا عندي جهاز ليزر اقدر اشيل فيه حتت من القرنيه ايه هو جهاز الليزر؟ يقول لكم عاملين تعالوا ليه؟ الليزر ايه رايك اجيب الليزك واشيل الكون كده بالليزر؟ ينفع يا ابني؟ طبعا الكلام ده غلط تماما ليزك is contra indicated in a case of keratocone ليه؟ لأن بعد عملية الليل بعد ما حضرتك هتشيل هيحصل إيه في الثيكنس أوف ذا كورنيا؟ هيقل، تلاقي بعد شوية الكون بعد كده بقى أقوى من الأول
يبقى ممنوع عملية الليزك. الليزك is contraindicated in keratocort. لأن عملية الليزك هتزود لي in progression of keratocort. سؤال ده سؤال فين ده؟ يعني جاوبتهم عادي، ما جاوبتوش هيتأثق. عارف ليه؟ عارف هو ليه ده سؤال فين ده؟ أصل أي عيان، أي واحد فيك وعايز يعمل عملية الليزك عارف أعمله إيه؟ أقول له معلش لازم أطمن إن أنت مش keratocort، متخيله؟ يعني أي عيان هعمل له عملية الليزك بعمل له اختبارات الأول قبل عملية الليزك. أول اختبارات لازم أقيس الثيكنس التكرر بجهاز اسمه باكيمتري. ولو أنا لقيت القرنية رفيعة ما ينفعش يتعمل لك إيه؟ ليه؟ هذا أول اختبار. ثاني اختبار أهو بقى هعمل له كورنيال تروبرز. ليه؟ هطمن ما عندوش إيه؟ تروبرز. تخيلوا؟ يبقى في حاجتين هطمن عليهم قبل عملية الليزر. هاخد الكلام ده في الليزر إن شاء الله. في حاجتين لازم أطمن عليهم. أطمن على الثيكنس واعمل كورنيال توبوغرافي في الاوبتيكلو وفي كورنيال توبوغرافي في الاوبتيكلو. ايه ده دكتور؟ ده السؤال ده فين ماشي يا جماعه؟ ثلاثه لما يكون الثلاث كورس اصلا معمول يعني هو اصلا كبير نزود الكروس لينكينج احنا ما عندناش برضه يتسجل في الكروس لينكينج برضه في الاير لينكينج. اه الليك كيس بنعمل ايه؟ مفيش حل قدام غير ايه لو انت شاطر برضه في مشكله في الكروس لينكينج برضه. ايه مشكلتها؟ برضه لو هتلحق العيان من الاول يعني الاير لينكينج برضه. طيب في مرض بقى يعني فزلكه فزلكه لازم تسالوا عليه دلوقتي. ايه المرض الفزلكه بقى؟ في عيان يا جماعه بتلاقي الانتيرو كورنيال سيرفيس كويس. امال يكون فين؟ بص يكون فين؟ الانتيرو كورنيال سيرفيس از نورمال. امال يكون فين؟ في انهي سيرفيس؟ في البوستيريور سيرفيس. ده مرض اسمه بوستيريور يبقى هنا النظر مينيمالي افكتيف ده اسمه البوستيرور كراتوكون. طب شايف ايه اللي احنا كنا بندرسه دلوقتي؟ الانتيرور كراتوكون بالعادي. مقارنه سريعه ما بينهم. ده كومون ده ايه؟ انكومون. ده باي لاترال ده يونيلاترال. ده بيكبر صح؟ كل ده بيكبر بيكبر ده بيكبر. يبقى ده بروجريسيف ده ايه؟ ده نون بروجريسيف. تاني يا جماعه ده بروجريسيف ده نون بروجريسيف. ده باي لاترال ده يونيلاترال. المقارنه اللي بعد كده ده كومون وده ايه؟ انكومون. طب نعم كونجنت هو ممكن كونجنت. اوكي بص بقى في نوعين نوعين من البوستيرو كراتوكون. البوستيرو كراتوكون اهو البوستيرو كراتوكون اهو مين واحد اسمه بص كده هنا البوستيرو كراتوكون لوكالايز بالليزر السيرف انت ليه كون سكيلتون. هنا البوستيرو كراتوكون دلوقتي بص معايا ولا كل السيرف كل البوستيرو سيرفيس بنسميه جنرال. يبقى عندي نوعين جنرال وايه؟ جنرال وايه؟ ده فانتازيا كده يعني ايه كلام بوستيرو كراتوكون. اللي بص على الصوره دي بيقول لي ايه؟ بوستيرو كراتوكون ليه؟ ده الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا. في مشكله؟ ما المشكله فين؟ بص اهو المشكله فين؟ بس انهي سيرفيس؟ البوستيرو سيرفيس. ده انت شايفه في ايه؟ ها؟ تاخد بقى مرض مهم قوي مهم قوي في السلايد كتير قوي قوي مهم في السلايد جدا انه حركه في هم بص كده على جده في البيت جده في البيت مش لاقي مرض هتلاقي شويه كتاب هنا كده شويه كتاب هنا كده عاملين الترو ارك يعني المنظر هي ماجي افتمه بالقلم تلاقي ابر ارك ولور ارك وهم على فكره الاثنين ارك دول يوصلوا بعض كده ويعملوا وان ايه؟ وان رينج. المرض ده بالناس الكبار وعباره عن اثنين ارك واحد اثنين عشان كده بنسميه ايه المرض ده؟ بنسميه اركب سنيلس. اركب عشان شكله ارك سنيلس عشان بيحصل في الناس الكبار. بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف اركب سنيلس. عباره عن انيولار. انيولار يعني رينج. انيولار انفلتريشن اوف ذا بريفري اوف ذا كورنيا باي ليبوريد ماتيريال. دول عباره عن ايه؟ عباره عن ليد. جه من الليد هقول لك دلوقتي ولكن تتوقع اخبار النظر ايه في العيان ده؟
العامل اللي قدامك في السبوره ده اخبار النظر ايه؟ سبور مالي سيمتوم نزل ذا فيجن دوز نوت افكت ليه؟ لان ده ليميت عامل لو دخل بروسس كان يعمل ايه؟ كان يعمل افكتاتيف كان يبوظ القرنيه لكن الحمد لله هذا الليميت ملوش كونتراكتايل نيتشر سو ات ويل نوت انديوس ايه؟ ويل نوت انديوس افكتاتيف سو ذير از نو افكشن اوف يبقى الفيجن نوت افكتاتيف لما عطل العين هنلاقي ايه؟ ما انا قلت يا هنلاقي اثنين رينج يا هنلاقي ايه؟ وقبل وايت ريك اهم حاجه يا جماعه ان في هنا ايه؟ خد بالك الخط اللي بره ده مين؟ الليمب في ما بين الرينج وما بين الليمب حته فيه حاجه حته فيه ايه؟ الحته اللي في الكلير ده اللي مفيش فيها مشكله ما ليوتد انترفال اوف فوجيت سايت يبقى اهم حاجه يا جماعه ان الارك الارك السيبريت كروم ده الليمب الصغير بقى كلير اريا ده كلير اريا اسكول ليوتد انترفال اوف فوجيت سايت هل هو ليه ايه ده بقى بص على العيان الحته دي يا جماعه اللي فيها الليبل الحته دي ترانسبيرنت ولا اوبيك؟ اوبيك مش عارف اشوف من وراها مين؟ سايد ايز نو ايز وفاكر انا قلت لك قبل كده ان اخر نتلي من القرنيه هذه نوع ضامن الممبرين عندك نفس السيل فالضغط بس اللي مليانه ايه؟ ليمت تيجي الليمت يتوصل من اهو فين؟ في الاند اوف ذا مومنت الممبرين الاند اوف ذا مومنت الممبرين بتاعه زي الاسفنجر او زي الكونكت بيجمع الليمت يبقى الليمت كله هنا فالحته دي تفضل ايه؟ تفضل جليل اسمها ايه الحته دي؟ هي دي الايه؟ النيوتن انترفال اوف فورس بتاعه ايه؟ فالارك السليم يبقى ايه سبب وجود اللي يوسف انترفال اوف فوجيت عشان واحد اخر ملي من القرنيه هيفضل جديد ليه؟ ده مين فيه ايه؟ ثومس ممبرين حد ما فهمهاش؟ اخر ملي من القرنيه مفيش فيه ثومس ممبرين سوء السر ايه؟ سم كبير المرض ده اسمه ارك السليم خد بالك الارك السليم ممكن يتلخبط مع مرضين تانيين بص كده على العيان ده عنده رينج بيضا كده حوالين العين شايفها ولا شايفها؟ شايفها من شايفها الرينج البيضة دي دي اسمها ان مكتوبة ايه؟ انيولار بانت انيولار يعني رينج انيولار بانت زي ما بقى بين انيولار بانت لا مفيش نورمال اهو والارقام تاني الفوتو انت ده مفيش نورمال مفيش ايه؟ الرينج الواضح مفيش ليوتد انترفال اوف مين؟ مفيش حته كليه صح؟ طيب طب اللي فوق ده بصوا يا جماعه في مرض هناخده ان شاء الله والبكتيريا اسمه الرمد الربيعي بريكاتور عرفنا ان الرمد الربيعي بيكون جيلاتينس مات الدلم مواد جيلاتينيه عند الليم هذه المواد الجيلاتينيه هتلحم بايه برضه؟ سكار ايه ولا مش شايفه؟ يبقى السكار ده كله ايه؟ دي بعد ايه؟ بعد التريكه ده ازاي يفرق ده من الارك السنين؟ برضه مفيش ايه هنا؟ برضه مفيش ايه؟ جوز الانترفال على فكره السكار اللي بيجي بعد الرمد الربيعي له اسم لو سمحت تقول اسمه اسمه كيوبيد كوس كيوبي ايوه بتاع الحب والحاجات الاواطي عارفين انت الحاجات اللي دي بقى في عيال الحب والكوس والحاجات دي كوس كيوبي الحب كلام كده يعني ده ارق لكن ده رقم لا ده رمض ربيع هتلاقي جميع المانيفستيشن بتاع الايه؟ ده رمض ربيع اللي احنا استخدمناه وكمان كراسي انت ممكن مش هتلاقي ده رقم الشكل الكلام ده بيبقى فوق بس يا مستر ده رمض ربيع كامل لسه واخدين مرض كامل لسه خدوه تمام يبقى عندهم ليميت كويس هي فين قلبها تبقى لطيف برضه من حقها لو انا شفت الارك السنين ازاي فيكم لا قدر الله ربنا يخفيه لو جه فيكم لو جه واحد صغير تسميه ارك السنين لو جه واحد صغير تسميه ارك جوفيني مين اخطر الارك السنين ولا الارك الجوفيني الاثنين زي بعض لا لو لقيت لو لقيت واحد فيكم عنده منظر ده ايه ده؟ الليمت عندك عالي جدا، جالي على دكتور ايه؟ بطنه. شوف الاخبار الليمت في دمك ايه؟ يبقى مين اكتر يا جماعه؟ اكتر سنينس ولا اكتر جوفينينس؟ اكتر جوفينينس، اكتر جوفينينس اللي جيب ايه؟ ان الشرب ده عنده ايه؟ هايبر ايه؟ هايبر كوليسترولينيا، تعالى قلت هايبر كوليسترولينيا، هتموت؟
بتاع ايه؟ تمام؟ بتقول ايه؟ بتقول البصل. ماشي يا جماعه؟ خلاص كده؟ اي سؤال؟ ناخد بقى العمليات الجميله بتاعتك، اتفضل. يا راجل حرام عليك، does not affect the business. Does not affect the business. عشان اقولش كده؟ لا انا اقول في بريفري. بريفري اوف ذا كورنيا ملوش لازمه، احنا بنشوف بعدين بارت من الكورنيا. سنترال بارت اوف ذا كورنيا اسمه اوبتيكال زون، ده اللي احنا بنشوف فيه. ماشي؟ موجود ورا الفكرة؟ الفكرة ان واحد عنده حتة بايظة في القرنية هنشيلها له، هي دي الفكرة. هنشيل جزء بايظ من القرنية، دي عملية الترقيع. بس دي مشكلة هتقابلك وانت شغال، بصوا قابل عيان عنده حتة بايظة هنا، هتشيلها له كده وتركب مكانها القرنية جديدة. This is the definition of keratoplasty. The art of keratoplasty, removal of the diseased part of the cornea and replacing it by a graft. So, how do you keep a graft in the name? One. اروح ايه رميها وجايب ايه؟ وجايب ولا دكتوره بقى يا لهوي مش راضيه تلف. روح القرنيه الجديده بدات ايه؟ كانت من ناحيه الدين بتاعتها بدات تخرب. ايه العمل؟ ازاي اجيب حته من دي تركب على دي بالظبط؟ نفس قطعه دي القطعه دي هنستخدم اله جدع اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي ازاي؟ هنستخدم اله اسمها سيري فايل. دي ريفاير دي عبارة عن مجموعة من الاسطوانات لها ديفرنت دايمترز اند شورت اتش. بنجيب يا جماعة الاسطوانة دي كده في قلب الاسطوانة ايه؟ ويروح بص في قطع قرنية كده وقت بيلفها كده بيستحولوه اللي خد دلوقتي من الصعب حتى ما ايه؟ ما تقطع خلاص حد ليه اتقطع. انت اللي كانت بايظة دي خدها ايه؟ ارميها مالهاش لازمة. هنجيب نفس الاسطوانة ونحطها على قرنية نورمال ونلفها لفها نجيب حتة تطلع الحتة دي قد دي بالظبط نركبها في ايه؟ تركب. انا عايز كل هذا الكلام بنستخدم اله اسمها تليفون. خد بالك ان ده السلاح بتاعها بس، لكن الاله دي بتبقى متركبه جوه بلاستيكايه. بص عين العيان تحت هنا كده، عين العيان جوه كويس، وفي جوه سلاح وفي بلاستيكايه راكبه على السلاح كده. كل ما تلفها كل ما تعمل القرنيه تقطع 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 لحد ما تقطع القرنيه. لا دي اسمها اللي قدام هوريك دلوقتي وهي مكانها، هوريك ليها فيديو وهي بتشتغل دلوقتي، انت اللي بتلفها كده اسمها ايه الاله؟ تليفون. يبقى بنستخدم ايه؟ بنستخدم التليفون. بص أربعة إنديكيشن للكاتو بلاستي. بص الفيجوال إنديكيشن قولها أنت بقى، مين اللي بتعمله فيجوال كاتو بلاستي؟ اللي عنده إيه؟ وبس فين بتعمله إيه؟ اللي عنده إيه؟ أهي؟ بيوريتو كونس أو أنزيماتيس. مين اللي بتعمله ثيرابيوتيك؟ العيان اللي عنده أنصر بشوية في إيه؟ أشيلها وركب قرنيه كده اسمها ايه دي؟ عمليه الترقيع المره دي عمليه ترقيع علاجيه اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك كيرات الله. دي اللي ما قلناش، يعني قلنا قلت الثلاثه دول، دي اللي ما قلتهاش، حاجه اسمها ستراكشرال كيرات الله، دي اللي انا جبت السنين. ستراكشرال كيرات الله. تعالى البيبي، بصوا في ناس في مرض كده هنشرحه، انا هبدا قدام بالتفصيل. مفهوم يا جماعه، النورمال كونزنتايفا، بيعمل هنا كده، تقف لحد ما تيجي ايه؟ لب
في ناس بدون سبب لا يكون سبب لا صعب تطلع على ايه على طول كمان اسمه تريجر ايه الحل تريجر وده تريجر الاول على نفسه encouragement of the contractile over the cord يعني contractile زحفت على الكورد ايه الحل طبعا عشان صح كده مشكلة التريجر الدائمة ان دايما بيرجع تاني وبشيله تاني من كتر ما بشيله ممكن يتكون هنا يبقى اوقات ايه الحته دي تبقى ضعيفه جدا عشان ارجع النورمال استراكشر هنا اعمل ايه عشان ارجع النورمال استراكشر ممكن احط خط الجراف هنا او غيره طب ما تطلع ما هي العمليه استراكشر ها اسمها ايه استراكشر كرات الباطن هسالك سؤال الاستراكشر كرات الباطن بتتعمل اكتر في ريجن اوبليشن صح ولا غلط لازم تريجن اوبليشن تبقى ايه تبقى ايه بعملها عشان ارجع الستراكشر اوف ذا كورنيا زي ما هي اسمها ايه ستراكشر كده بالظبط انا ما بتكلمش على التريش يرجع ده لسه مره جايه ماشي ازاي يعني السؤال ازاي احل التريجر ما يرجعش تاني صح ده لو في حاجه اسمها انتي ريكرنت ميثود بتاع عمليات الايه تريش لو انا قلتها يبقى بشرح تريجر مش بشرح ازاي مش بشرح كده بلس فاهمين؟ دي يبقى الانديكيشن ايه؟ الانديكيشن ايه؟ بص بص الكونترا انديكيشن ممنوع اعمل عمليات ترقيع في احوال كده ايه الاحوال دي؟ لو انت عملت عمليه ترقيع هنا في جلوكو هيحصل ايه؟ جلوكو هتزق هنا تعمل ايه؟ يبقى لو في جلوكو هيحصل ايه؟ ممنوع اعمل عمليه لو في دراي اي او كورنيا انديكيشن هسألكم سؤال اللي انا عنده دراي اي او عينيه ما بتحسش هيحصل ايه؟ ممكن يحصل أرضر في الجراف بتاعك تخيل؟ ما الجراف دي حتى المقارنة ممكن يحصل فيها أرضية عن ما عليك لا الأرضر دي علشان تلحق ممكن يدخل لها إيه؟ ممكن يدخل لها إيه؟ بلاصة والبلاصة اللي بتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ يبقى دول ممنوع أعمل معاهم عملية ترقيع لأن هيحصل أرضر أند أرضر والهيل باي بلاصة والهيل باي بارتكولاريزيشن أند بارتكولاريزيشن وي نيد تو إيه؟ كل طريق ريجكشن ممنوع اعمل عمليه الترقيع طبعا لو في بلس في القرنيه هو لو في بلس في القرنيه هتعمل ايه زيرو زيرو انت اي زيرو اي بلس في الدي الدي بلس ما لهاش حل السوبرفيشال لها حل تعالوا السوبرفيشال فاسكولاريزيشن وازاي عليك الدي ما لهاش حل طب السوبرفيشال بصوا يا جماعه لو نفتكر كده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بتطلع منين هذا العيان ولا الليج وهذا الكونجكتايف سوبرفيشال فاسكولاريزيشن بتطلع من هنا منين؟ بكون غلطان برد سوبر ماشيه كده السوبرفيشال اللي اوعى تعمل ايه عمليه ايه؟ ترقيع لازم تعالج البراد نزل الاول صح كلام؟ تعالجها ازاي؟ تيجي على منطقه الكونتاكتايفر دي تقطعها الخطوه دي اسمها بيريوتومي يعني ايه بيريوتومي؟ اكسجن اوف ابارت اوف ذا كونتاكتايفر وتش كونتين ايه؟ البراد نزل لو انا عملت كده هلاقي البراد نزل دي جدا اعمل هنا؟ عشان اقفلها الأول خطوة بريوتو الثاني خطوة كونترايزيشن هتحطوا بثلاثة يعني بس طالع على ايه رأيك من دور اللي بقى هنا؟ لا لازمة؟ ده يكون هو ايه؟ هو ده ايه؟ فاضية يبقى لو انا عملت عملية ترقيع مش هيحصل بأي حتة من المكنة أي بلاط مثلا عايز تشيله تعمل له ايه وايه؟ بريوتومي وبعدين كونترايزيشن نفس العملية بطريقة أخرى مش هعمل طريقة تانية هذا بلاط ايه؟ على البلاط مثل زي كده تاجي هنا اهو في الكونتاكتايفر اللي هنا وعلى القطع كده اسمه ايه القطع ده؟ بريوتومي يعني قطع البريوتومي استريب استريب اوف ذا ليمبر كونتاكتايفر اكسايز وفي هنا اعمل هنا كوتري وهنا اعمل كوتري عشان اقفل البلاط مثل كده البلاط مثل اللي باقية دي بقت ايه؟ بقت اناديل فاضية ملهاش اي ملهاش اي لازمة يبقى في كده بسكشن ودي الحقيقة خطوتين ايه وايه؟ دلوقتي بيزنا اسم طبعا رجل دلوقتي انواع الجهات البطن مهمة انواع الجهات البطن وعادة ما تطلع البطن مهمة سهلة حاولة دي لاميلا وفي ايه؟ في بولسين
انواع الكريات البلاطي. احنا قلنا في نوعين كبار، نوع لاميلر ونوع الريتريننج. تعالوا نفتح الريتريننج عشان نضرب منها قبل الريتريننج اهي. ايه رايك الترقيع هنا في اي طبقه؟ كنت باص تغير عليه انا مش هقولها بعدين خلاص. ده ايه في الريتريننج او بي كي بي في الريتريننج كريات البلاطي فول سيجنال كريات البلاطي تاكل بالريتريننج. اللي قدامك دول جميع انواع ايه؟ اللاميلر. هي ان اللاميلر نوعين. اه عمليه الترقيع هنا وهنا فين؟ دلوقتي او دي الاضطراب من قدام يعني مش من ورا. فالاثنين اللي قدامك دول فوق لاميلر بس ايه؟ بس امتي ولاميلر. طب ايه رايك عمليه الترقيع هنا في مين؟ انا شفت مين؟ بص على مين؟ الاندوثيليوم. فدي لها اسمين بقى. الاندوثيليوم اللي ورا فبنسميها ايه؟ بطيء ولاميلر او بنسميها اندوثيليال كرات البطن. يبقى اللاميلر من قدام انتيرو لابل من ورا ده اسمين. يا بطيء ولاميلر يا اندوثيليا. لا يبقى بقى في الشغل قول لي مثال للاندوثيليا كرات البطن. طب انا قلت وقت كده المثال اهو. قول لي مثال للبوستيرو اندوثيليا كرات البطن. دي ليك اوبريشن كيف لاميلر اندوثيليال كرات الضغط. العمليه دي ها مفيش ولا دي من ورا دي لاميلر ولا فول سيكلس لاميلر. تبقى دي لاميلر ترقيعها في مين؟ دي ديب ولا لاميلر وترقيعها في الاندوثيليا اسمها دي لاميلر اندوثيليال كرات الضغط. خلاص دي لها فيديو هنشوفه دلوقتي. لا فيديو ايه لا فيديو عشان ما ننساش. دي لها فيديو. طيب الاثنين دول يشتركوا في انهم انتيريور لاميلر. بس هنا الترقيع انا شفت كل الاستروما. What is the structure delayed after the operation؟ في انهي استروما اللي رايقه دي؟ البوستيريور استروم وده مين؟ الستمنت ممبرين وده مين؟ الاندوثيليوم. العمليه دي هي انتيريور بس بنسميها سوبرفيشال. يبقى ايه سوبرفيشال انتيريور لاميلا؟ بص يبقى السوبرفيشال انتيريور لاميلا مين يقول لي What is the structure left after the operation؟ واحد اثنين ثلاثة. ايه الاستراكشرز اللي ما بنغيرهاش؟ البوستيريور ستروم والديسمنت والاندوثيليوم. واحد اثنين ثلاثة. طب ايه هنا؟ هنا ايه الاستراكشرز اللي اتبقى؟ انا شفت كل الاستروم لحد الان فين ذا ليفل اوف ايه الاستراكشرز اللي اتبقى؟ واحد اثنين ثلاثة. ايه يا جماعه؟ ديسمنت ممبرين والايه؟ والاندوثيليوم. في سوبرفيشال اللي وصلنا لحد جوه تبقى ايه دي؟ تبقى دي. تاخد بالك الانتيريور لاميلر نوعين، نوع اهو ونوع اهو، نوع سوبرفيشال ونوع دي. سؤال بقى دلوقتي العمليه الاولانيه دي كده انا بشيل كل جزء من الاستروبات زي ما يطلع، لكن العمليه دي صعبه. ليه صعبه؟ انا المفروض اخش لحد ايه؟ حد الدسمنت ممبرين. ازاي توصل لهذا الليفل؟ ايوه صعبه برضه. يقول لك بنعمل ايه؟ تعالى اشرح لك العمليه دي اتعملت ازاي واوريك لها فيديو دلوقتي. قال العيان وادي الاستروما ولا ديسمنت ممبرين. انا عندي كل الاستروما لحد ديسمنت ممبرين. الدكتور بيجي ويروح مدخل ابره هنا كده ويحقق ايه هنا ده ايه؟ الاير ده يجي يخش الاستروما ما يلاقيش فين؟ الاير ده هيعيش في الزيت اهو يخش ما بين عين ايه؟ الاستروما والديسمنت هم يزق الاثنين دول لتحت. بصوا يتكون هنا ايه؟ بيج اير بابل. عامل ليه؟ انا فصلت كل الاستروما عن الديسمنت والاندوجينيوم. تقدر ناو يو كان ريموف اول ذا ايه؟ اول ذا ستروم. اسمه ايه التكنيك ده؟ لو سمحت تعرفه ولا بنقوله بالشافي ان شاء الله الدكتور هيغمن عليه على طول وغالبا هنفترض غالبا. عرفت الكلام ده منين؟ العمليه دي يا جماعه اسمها ايه؟ او الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها بيج اير بابل تكنيك. بيج اير بابل تكنيك. انتوا لا تاني انا عايز اهيك نقل عليه ايه؟ العملية دي بعد ما خلصت. قال لي لو تخلص ازاي بشيل كل الاستروما لحد الليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين؟ ازاي افصل ما بين الاستروما والليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين؟ هنا ايه؟ 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 بينزكشن اوف ايه؟ ايه؟ اسمها ايه التكنيك؟ بيج هنا هيتكون بيج اير بابل فاسمها بيج اير بابل تكنيك. عايز مثال للعمليه دي. العمليه دي اسمها دال اوبريشن. طب قول لي الاختصار ده ايه؟ ديب انتيريور لاميلر كرات البطن. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها شلاك اوبريشن. سوبرفيشال لاميلر انتيريور كرات البطن. في سوبرفيشال ودي ايه يعني؟
السوبرفيش دي النقطه اللي بتديك اس لكل اللي دي سوبرفيش ودي دي اللي بتقول ان دي ايه دي دي سوبرفيش دي عايزين نتفرج على دي فيديو البيج اير بابل تكنيك فيديو والايه ماني اوبريشن تكنيك اوبريشن فيديو الفكره بالفيديو ايه بص بقى في ناس بتتفرج عليها دكتور هيا ليه العمليتين خطوات خمس خطوات في خطوات مشتركه ازاي الدكتور يخش ان هو في الاستروما الساكر يخش كده بقاله حديد اسمها الساكر ويفصل الاستروما الجزئين لو ارسل الجزء اللي قدامي تبقى دي ايه انتيور لاميلا لو ارسل الجزء اللي ورا في الاندوثيليوم تبقى دي ايه جنين ماشي يا جماعه يبقى هو هيخش بالذات يشيل الجزء الامامي يشيل الجزء الايه العمليات دي مثلا دكتور محمود اسماعيل اشهر دكتور برمية في مصر عشان مش انا اللي عامل عمليات مثلا في وين دي ليك اوريشن رسم دي ليك الاول ماركر ده حبر ليه؟ الثاني ما يجي ياخد الجرد ياخدها على الخطوط دي بعدين الاله اللي جايه دي لا عليك الاله اللي جايه دي بصوا كده بصوا كده الاله اللي جايه دي تليفون بصوا لا بصوا يا ابني انت معايا شوف ده يبقى هفتح لهم طيب اه طيب انت بص هيلف بقى ايه طبيعي هيخلص بقى اهو بدا يلف فيه الدكتور عمل ايه يخرج اوكي اهو مصطفى هيجي بقى بص بقى ركز بقى هيحقن هوا اهو هيحقن هوا اهو هيستخدم انهي تكنيك؟ هيحقن هوا لما مين رجع ورا وفصل؟ جسم الاندوثيليوم هيخش يفصل الاستروما الايه؟ بالسباتولا الايه؟ لجزئين هيشيل الجزء الامامي ولا الجزء الخلفي هنا؟ الامامي هيشيل الامامي هو عمل بيج اير بابل فاهمين حق ايه مش كده يا جماعه عايز يشيل الاستروما دلوقتي عايز يشيل كل الاستروما اللي قدامه عايز يشيل لحد الليفل اوف وات ده هنشوف ازاي هيشيل لحد ده ايه يا ايه اظن ان انا مدلعك في ايه فيديوهات وحركات وريتم تكنيك ماشي يشيل الاستروما تل ذا ليفل اوف ذا ديفرنت ميمبرين للسلام ده مش معطل الخياطة بتاع البيت مش معطل السمك هما كنت بالك الدكتور لقى نفسه هو بيشيل دلوقتي شايف الاستروما كلها وعايز يشيل الاستروما كلها تاني ده ليفل اوف ذا ديفرنت ميمبرين عارف مين ان هو شايف الاستروما كلها لسه الهواء ما طلعش هو حقن هواء لسه الهواء ما طلعش المفروض ان هو الهواء اللي حقنه يطلع هيعمل ايه؟ الهواء لسه محبوس هبتدي احاول يطلع الهواء الجزء اللي قدامك ده لسه جزء من الاستروما عايز يشيله برضه عايز يشيل الجزء اللي قدامه من الصوم الهواء تحته بص هيفتح فيه طلع الهواء اول ما الهواء يطلع قولوا اول ما الهواء يطلع قولوا اه طيب هيشيل برضه هيكمل هيشيل جزء من الاستروما اللي باقي يحقن طلعين عشان يفصل اكتر الهومن زمبرين ورا كل ده خايف يطلع الهومن زمبرين والتسمنت سوري الديسمنت والليزوتين الجزء اللي قدام الابره ده جزء من ايه؟ لسه جزء من الصوم عايز يتشال هيكمل شيال لسه بيشيل من ايه؟ من الصوم قرنين الواحد مات يا جماعه قرنين الواحد مات يا جماعه مش كل القرنيه هيجي طبعا ايه هيجيب ايه الاستروما بس ما هو عنده هو ايه هو عنده ايه الشاش جوه الشاش اللي هيجيب على قدهم هيحطها له الخياط شوف القرنين الواحد مات هيحطها له الخياط الخياط اهو هيخيط في مكان ايه في مكان العلامات او بدا يخيط اهو هيخيطها كل الغرز اللي قدامك دي هتتخيط
كل حته فيها علامه حبر هتاخد ايه؟ هتاخد جرعه. تطلع عليه. ماشي كده؟ عايز اقول لك انت هتشوف دلوقتي ازاي؟ واحدة تقول لك يا عين هتنزل مش معانا، دي الثالثة براعة دي. تقول لك يا عين علي ما بيعنى. لا على واحد لا بالابره اللي داخله دي تبتدي يخش جوه الانتيك كامب. ليه؟ هو بقى دلوقتي بص هو بيعمل ايه؟ هيخش هنا جوه الاي سي ويقعد يلحق ده يلحق كده هيلحق الجزء اللي ورا. يعني هيخش جوه الاي سي ويلحق اللي هنا بس يلحق اللي هنا بس. ليه؟ ان هو بيدفع ولا لا؟ طيب شوف المشكلة اهو يشيل اهو يشيل من ورا اصعب الاولانيه. ما هي هتطلع ايه؟ عايزين اكمل حرف في قرية الواحد ميت هيشيل كل القرية يرميها ويبقي مين؟ دي بتاع الميت دلوقتي؟ دي بتاع الميت. وغير الميت يجيب قرايين وبس يجيبه كله يعني يعمل ايه؟ ده السيراتون ده بيشيل الابتسم كله ويرميه ويبقي مين؟ الاندوتيكا. الآلة دي كحفت كل بوك هياخد مش هياخد دي هياخد اللي جوه. كل الكلام اللي بقول بقى عليكم اهي بص اهي اول الاندوزينيوم بيدخله اهو جوه دخل جوه الاندوزينيوم جوه بقى يحط ايه من وراه؟ حط ايه من وراه عشان الارض؟ ايه اللي بيحطه ده؟ بس خلاص شكرا. ريجكت الكراتو بلاك يعني ما وقعتش بالشارع عليه ريجكت فهو عايز يبقى القاعده وهو زياده
يعني اللي بتقيدها بجرد قطاع الزيت هتنزل كده و شوف انا عارف فكرة كده وجدنا الرجل ازاي عارف قطاع الشائعة بسرعة بقى كده كنت نزل الألومة نزي بسرعة كده في عيال قرانيته صغيرة زي اسمه ايش مايكروكورني عيال قرانيته كبيرة ها ميكروكورني عيال ده بقى عايز اتكلم فيه شوية عيال قرانيته مبططة هيك قرانية مبططة كورنيا بلانا عايز فاكر قوة القرانية النورمال قد ايه قوتها 42 طب لو طلع مبططة 15-35 كده دي اسمها ايه؟ كورنيا ايه؟ كورنيا بلانا بتتفرج على صوتها اولا قبل ما اتفرج على صوتها دي انهي عيان؟ لا انا لسه قايله مايكرو كورنيا قرنية صغيرة انت باين هنا؟ مايكرو كورنيا عرفت منين؟ المفروض الابر ليد يبقى وسط الحاجة القرنية واللور ليد وسط الحاجة القرنية فلا الابر ليد واللور ليد مش طايلين القرنية ليه؟ مش مشكلة في الليد هي القرنية اللي ايه؟ ومش طايلينها ايه لانها ايه؟ لانها صغيرة لسه تكيفة في مايكرو كورنيا ايه دي؟ لا دي كورنيا ايه دي بقى؟ دي كورنيا بلانا طيب في مرض اسمه كليرو كورنيا اسمه كليرو كورنيا هيحصل ايه؟ بص هنا ايه رايك؟ اصلا ايه البريزما الخاصة ولا كورنيا؟ وباسيفيكيشن اند فاسكولاريزيشن بيكونز لايك ايه؟ كليرو يبقى الكليرو كورنيا في بارشال في دوت لو ده بقى ايه باش تيل نزلت الضغط ده كل النورمال في هذه الحاله بالبارشيا السكليرو كورنيا ده كل ابير ده مولا ولا ده تحت ده ودي ده كل ابير ده ايه مو دي السكليرو كورنيا ايه باش طب ودي انا عندي بقول له كده ما فهموش اصلا هو بيقول كده دي ايه سكليرو الكورنيا اسمها ايه السكليرو انت مال سكليرو كورنيا ايه توتال يبقى دي سكليرو كورنيا باش ده سكليرو كورنيا انت مكتوب عندكم تمنده كبير ايه تمنده كبير ماشي ماشي دي ماشي يعني ماشي انت اقول كده طيب زيادات بسرعه يلا زيادات فيها حاجات مهمه فيها حاجات مش مهمه كورنيا الجديده طبعا كلنا عارفين كورنيا الجديده دي مهمه كلنا اسمه جنب مهم كلنا عارفين ايه سبب الكورنيا معظم امراض الكورنيا اللي هي سبب حاجه واحده فالشركه كلهم في حاجه واحده مين اللي بيبوظ يا جماعه؟ الاندوثيليوم اصل الاندوثيليوم شكل المرض دي فبياخد الميه من القرنيه يوديها هنا فاي مرض يبوظ الاندوثيليوم الميه فيها فقم حاول يحصل كورنيا اللي يبقى جميع اسباب الكورنيا اللي هي 1 2 3 4 يحتاجوا في حاجه واحده الاسباب دي كلها ازاي بتعمل اديمه؟ يعني هو ده مش مين؟ الاندوثيليوم يقولك ان الاول الميه بتتجمع جوه ده جوه مين؟ تقول ميه جماعه جوه ايه؟ جوه الاندوثيليوم الاول الاندوثيليوم من امشاط بار في الميه تيني الاندوثيليوم وبعدين خلايا الاندوثيليوم تكبر تتحول لايه؟ ها؟ لايه؟ لفيزيكال ولو الفيزيكال دي كبرت قوي سميها بولي يعني فيزيكال وبعدين بولي وساعتها المرض نسميه كله على بعضه كله كيراتوما هسألك سؤال لما الميه تخش جوه الاستروك اقول له ركب لي التركيبه دي صلاين 5% قبل الصلاين 5% هايكروسكوب هتشوف الايه الميه يبقى ممكن استخدم هايبرتونيك صلاين سوليوشن 5% هايكروسكوب عملت كل الطرق والميه دي مش هتعرف تروح العلاج النهائي شيل وركز مع ايه ثلاثه وضعف ممكن نستخدم استشوار في علاج الكورنيا ايه استشوار هاو دوك او كده ده قرنيه بايه المايه جنب ايه بالظبط ايه هو العلاج ده اقصر بتاع الشعر اقول للعيان اعمل يعني اجيب له مش هقول للعيان علاج التشوار اجيب له العلاج واكمل معاه بايه التشوار ايه الكرم
الهواء السخن هيعمل ايه من الميه اللي جوه؟ هيمورش. يعني ليه حته كده فدكه في العياده تبقى ايه استخدم الاستشوار بقى قلت له شعرك قلت له يعني خير يعني ها؟ انا هقول عليك الكوسه اول نقطه ايه اول نقطه بالله عليك نعم كده بقى بسرعه كده بسرعه دي تقسيمه للاكثر مهمه شويه مهمه اكثر دي كلها فايش دلوقتي بقى اخذنا مليون نوع للالتر صح في التراب بتحصل هنا سنس في التراب بتحصل هنا في البريد سؤال في الالتر اللي بتحصل في البريد في غير الالتر اللي بتحصل في السنتر لكن لو الالتر جت من الكونتراكتيفاي بسميها ايه سكند معظم السكند الالتر كلهم سكند الاربع سكند دول كلهم بيبقوا ايه مرضي طيب دي الالتر مشهوره مرضي لكن الالتر ما يقدرش يحس العلاج بتاعته نمور الأرض يمرض هل دي معقولة عندك ولا لا؟ في أرضر سكن انتستون سيستيريك جديد في بعض الأمراض السيستيريك زي الروماتويد أرترايت وزي السيستيريك لوبس إلكتروماتوز ما هم الأمراض دي بقى؟ أوتو أونيون ديزيز بتلاقي معاهم أرترايكا هنا البريكتر أوبزاتوريا والعميل إنسر قول أي أوتو أونيون ديزيز بتعميل إيه؟ بتعميل إنسر كويس؟ دول الأرترايات البريكتر أي أرضر ثانية تبقى إيه؟ مش دول أي أرضر ثانية غير الثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة تبقى ايه الالتر اي الالتر ثانية تبقى ايه ستة بس كده دور الالتر دي ايه مهم خطوة ثانية مهمة ناخد الخطوة الثانية ايه الخطوة الثانية الخطوة الثانية ده مرض بيحصل في القرنية نتيجة التعرض للالترا وايلد ري سؤال في الناس اللي بتعرض الالترا وايلد ري ده اول سؤال الناس اللي العيال اللي بيشوفوا في الوش اللمبه بتاعت اللحام دي ما لمبه كويس بتطلع ايه؟ الترا فايلت ريز الناس اللي بيشتغلوا في الوش في الحاجة الناس اللي بيتزحلقوا على الجليد بعد ما يخلصوا جلسات التزحلق على الجليد بيتعاموا كلهم ليه؟ الشمس بتقع على الثلج كويس الثلج بيمتص الاشعه ويرجعك الترا فايلت ريز اسمه سنو لايت ليه الناس الثانيه اللي بتعرضوا للكلام ده؟ الناس اللي شغالين في السينمات دي اقول في نقطه فظيعه قوي نقطه فظيعه بتطلع ايه اللي هم دي اصلا فايروس المهم يعني الناس بتوع الحام الناس بتوع تزعمهم على الجليد الناس بتوع الايه؟ السينمات ايه اللي بيحصل نتيجه التعرض لاصلا فايروس ايه؟ اصلا فايروس ايه بتعمل لي نقط في الابيديميا كده نقط كده ونتيجه يبقى عندي اوترات صغيره اي اصلا بتلاقي دي ايه باللفت ودي ايه بالكونتراكتايفر؟ قديمة طيب الالترا فايروس ايه زي ما قاعد شوفوا قاعد ايه دلوقتي؟ الابيديميا ممكن توصل لمين برضه؟ الايرس تلاقي ايه زياده؟ ايرس اقول لحضرتك لو حصل عنها هتلاقي ثلاث حاجات هتلاقي ايه هنا؟ ايرس هتلاقي مالتيبل كورنيال ايرونر دول فور مالتيبل كورنيال ايرونر هتلاقي ايه باللب؟ في الكونجكتيفا قديم ايه العلاج بقى؟ المفروض الولد ده قبل ما يلحق او قبل ما يتزحلق على الجليد يلبس ايه؟ قناره شمسيه قناره جلوس كلكم بتشوف العيال هما بيتشافوا في الورش لابس ايه بتاع كده؟ او ده عينيه صح؟ خد بالك الواد ده هو بيقفل الوشة كويس كمل النهارده عمل جدع وما استخدمش الايه؟ النضاره بيقفل الوشة كويس وغير المناظر اللي فيه قدامك يا جماعه ما تقعدش تعدي بعدها بتسال لثمان ساعات ليه ما انتبهتش؟ يجي بقى المستشفى يتحكي الساعه 3 بالليل بس الحاجات سيفير فين؟ سيفير كورنيال سيمتوم ليه سيفير كورنيال سيمتوم بعد 6 ساعات؟ ايه ده سيفير كورنيال سيمتوم؟ عنده مليون قطر ايه؟ عنده اظهار صغيره كتير ايه العلاج يا جماعه؟ الولد اقول له الالتراس فين؟ في الاغذيه احنا لو عملنا عليك هتخسر. هو كل الحاجات انا مش عايز اللب يخبط في مين؟ عايز بعكس اللب ان شاء الله مين يلحق لوحده؟ فالعلاج الاساسي باي نقرا بنزل 14 ساعه ده العلاج الاساسي. بقيه العلاجات بقى علاجات كلها مكمله. عنده دي البلاد فيسز هنا بايليتد والبلاد فيسز هنا بايليتد اعمل له كمالات ايه؟ كمالات ميه ساعه. خايف مين يخش من هنا؟ انفكشن يبقى اديله ايه؟ انت بقى هسألك سؤال العيان ده جاي بيتبطل اديله بنج ولا ايه؟ قطر بنج هو اساسا بيبقى جاي يقول لك يا دكتور انا معايا قطر بنج يا دكتور انا معايا قطر بنج بقول لك عن بنج بنج انت ما تعرفش المصطلح ده قبل كده؟ يا دكتور قطر بنج معايا ايوه ممنوع قطر بنج ليه؟ على الرغم من ان عنده كتير كورنيال سيمبتومز ما تحطلوش قطر بنج
ممنوع اللوكال انتيبودي من اصل الفيلم دي ان شاء الله تمنع الهيموز ده ايه؟ العلاج الاساسي ايه؟ ايه يعني 24 ساعة يا دكتور؟ طب احنا قلنا كده يا دكتور جبنا بقى 24 ساعة يا دكتور عشان الايدين ممنوع يا دكتور البيج ماشي اسمه ايه ده؟ فوتو ثاني اهو هذا المنظر اللي احنا بنشوفه شايف مليون اصفر مليون اصفر صغنانين دول كل دول اصفرات شايفهم ولا شايفهم؟ نقط خضرا صغيرة قوي إذا يا جماعة الأوترات دي هتبقى بصف في الروتين تنس ولا نيجاتيف كلهم إيه طبعا زي ما أنا رأيته كده بصف في الروتين تنس كلهم بصف في الروتين تنس أدى وفوتو في تنس هذه الأمراض التي تؤدي إلى Imperification of the cortex قول إنت بقى دي نوعين فيروس بيروحوا Imperification of the cortex كل ده بقى يا جماعة أي كلام بقى ها بعد كده دي حاجة اسمها ريزيستنس اوتر مهمة طيب السندروم ده وبعدين في حتة طيب ايه البي دي اس ده؟ تعيان بقول يا جماعة نورمالي الضغط في الاي تي زي الضغط فين؟ البي تي العيانين دول بيحصلهم حاجة غريبة زي الضغط هنا بي تي يعني لما اي تي عامل بوزيشن لما الضغط هنا يجي يحصل ايه في الايرن؟ الايرن يتخوص لورا كده يحصل باكورد فاوينج اوف ذا ايلاند تقمص من الايلاند ومن الايلاند يحط مين بقى دلوقتي؟ الفيديو الباك اوف ذا ايلاند مليان بيجمنت يحصل ايه لهذه البيجمنت من الاحتجاج؟ ريليف ده ريليف ده بيجمنت هتترسب في حتتين تترسب في الانجل تعمل ايه؟ تعمل جلوكوما تعملها بيجمنت يبقى اسمها ايه؟ بيجمنتري جلوكوما البيجمنت تخش جوه القرنيه تعمل لي منظر او اوبات جوه القرنيه الاوبات اللي جوه القرنيه يبقى شكلها مرتزلي نسميها سبيندل اللي هو طبعا اسمه كروكنبرج سميناها كروكنبرج معنى الغرف تاني هسألكوا سؤال المرض اسمه ايه اسمه بي دي اس على فكره المرض معقد ايه اسمه معقد اسمه بيجمنت ديسبيرشن سندروم عمل ايه في البيجمنت بس اسمه بيجمنت ديسبيرشن سندروم ده ريليف في بيجمنت هتترقص في الاجر وبترقص فين وخلاص في الكورنيا في الانجل هتعمل ايه؟
بجلد الجلوكوما. ايه العلاج؟ مين يتوقع؟ انا عايز اسوي الضغط هنا والضغط هنا، اعمل ايه؟ اعمل فتحه هنا، يبقى الضغط هنا ديت اسمها الفتحه دي. بريفرال اليكتري، يبقى عشان اسوي الضغط قدام وورا اعمل بريفرال اليكتري. بصوا ده تنهار الانديو سيجمنت الصغيرة. عندنا نوعين من التنهار، أشعة التلفزيونية في العين لها نوعين، في أشعة التلفزيونية بتكبر الكورني والإي سي والأيرس واللينز وتقع. أشعة التلفزيونية للانديو جارد الصغيرة اسمها يو بي إم ألترا ساوند بايو مايكروسكوب. وفي أشعة التلفزيونية للشبكية والحتة اللي ورا. الأشعة التلفزيونية اللي قدامك أنهي نوع؟ يو بي إم اللي هي بتاعت القدام، في القرنين وده مين؟ مين؟ ليه دي وده مين؟ الايرس وده مين ده؟ الايرس اس 3 اهو نورمال. طب بص اليوم الام اللي جايه، الاشعه الالتهابيه اللي جايه، هي ام اللي انا قلته. لازم. ايوه والله ايش الخيال يعني؟ ازاي بقى؟ ده ايه؟ سيجمنت ايه؟ في تقوس في الايرس اهو، يبقى ده هيفكر فين هي ورا؟ النيورون. يبقى ده البيجمنت اكسبريشن في النيورون. فاكر البيجمنت اتترصف فين كمان؟ اتترصف في الاجل وفين كمان؟ كورني لينا نجمة البني نقطة بني العين هي قدامك ايه؟ دي بيوبلا وزيك من هنا حصلت في القرانين. امال ايه الاكثر من هنا؟ الاكثر ده الايرس وفي النظر. ريزيستنت اولتر مهمة يا جماعة، ريزيستنت اولتر مهمة، مهمة دي بقى، مهمة دي هما في كل حتة، هنا عندنا وهنا عندكم، هما في كل حتة. ريزيستنت اولتر في اصغر مش راضية تخف، مليون سبب بقى، اصغر ريزيستنت يعني اصغر مش راضية تخف. رقم واحد ومش هنكتبه عندكم هنزوده، رونج دايجنوز، هي بكتيريال ومش هحطها فنجل، هي فنجل ومش هحطها، انتوا معايا؟ تخف؟ يبقى رقم واحد لو سمحتوا ليك دي رونج ايه؟ رونج دايجنوز. رقم اثنين معظم الالترات اللي بتخف تبقى بكتيريال، لكن الالترات اللي بتخف مش تبقى ايه بقى؟ ابيثيليال ايروجن سيندروم ده من ضمن الحاجات اللي نزلت. ريكارد ابيثيليال ايروجن سيندروم لو واحد اترمى على عينيه ميه سمار وعمل الالتر غالبا بتبقى ريزيستنت. الكا بيفير انه بيعمل الالتر ريزيستنت ليه؟ الميه سمار هتعمل الالتر وفي نفس الوقت تقتل البلاد فيسل دي، والالتر دي ما بيجيلهاش ايه؟ ما بيجيلهاش اي ليترش، ما بيتكتش. يبقى الالكا بيفير بيعمل ريزيستنس ألتر. هسألك سؤال بقى، في دراج بتعمل ريزيستنس ألتر، أشهر واحد قبل تقوله كورتيزون، يخلي الألتر ما تحبش، أشهر واحد كورتيزون. الأنتي فايرال دراج، الأنتي فايرال إيه ده؟ المضادات الحيوية تخلي الألتر ما تحبش، أيوه، لأن أصل المضادات الحيوية هي مواد حافظة. اسمها إيه؟ اسمها بريزيرفيتيف. اديني مثال بنزلكونيوم كلورايد، يبقى ما هو البنزلكونيوم كلورايد؟ ده عباره عن بريزرفيتيف اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتي بايوتيك دروب. ساعات العيان عينه الاطر شاط كده، الاطر شاط كده، الاطر شاط كده، وقف الوقت الحرارة على حاجه، دول الاطر كده. يبقى ليه كانت ريزيستنت؟ من الايه؟ من الكورتيزون، من الانتي بايوتيك. اشهر اكتر ريزيستنت ايه؟ مور، مور اند ريزيستنت جدا. بس دي مليون مرة. طب انت بس اختصار بريفرال بريفرال التراتيف كيرفال. بس دي اختصار بريفرال التراتيف كيرفال. احدث علاج للالتراتيف كيرفال بنوديها العيان ده لدكتور قرنيه. يا لقيت دكتور قرنيه يعملوا قطرة معينة، قطرة تحضير من الدم، ياخد دم العيان ويركب فيه الجروب حطه كده. بقى ايه قطرة التحضير من الدم دي؟ بقى اوتولوجا كتير. اول ما تقولها دي اللجنة او نكتبها كده هو يضع عليها وبتخلص. لو جيت سؤال بقى هشوفك دي ولا لا، لو خدت دي مهما كتبت هنا هيجي من الاي تي كده. هو السؤال ده كله عشان
هو قطر مخصوص مش اي حد يبقى عارف ما هي القطر في التحضير من الدم. اولا القطر دي مليانه ايه؟ سيبه كده مليانه ايه؟ بروت ماتر اسمها اوتولوجا قصيره. السؤال اللي تحت ده بنفس الاهميه مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي تحت ده برضه من ضمن الاسئله الفظيعه مهم قوي. أفضل والكورتيزون مين الأفضل اللي ينفع يديها الكورتيزون؟ من واحد لأربعة لسه ما خدناهوش. خدنا المورز بأفضل اللي يديها الكورتيزون؟ أيوه المورز اللي يديها الكورتيزون. الدنجيتك أفضل اللي يديها الكورتيزون مع بعض من الإيه؟ من الاحتياطات؟ إيه الاحتياطات؟ أنتي كفر أنتي كفر من الإيه؟ من أنتي فاير ومديهاته من اللي مين يلحم؟ مين؟ فيك احتياط تاني؟ اسمه ايه؟ فلورو ميثيلون. عايز فلورو ميثيلون. طيب في انديكيشن تابع لو في فنجاي دخل جوه في الستروما برضه دي في الستيرويد كده زي فنجر ستروما الكيراتايت. زودوا فنجر ستروما الكيراتايت فانجر استروما كرافايت. وانت بقى انت برضو نفس الاحتياطات. فانجر استروما كرافايت ايه الاحتياطات؟ هي جاوة عن ايه؟ وليدي كفر او انتي فيرال انتي فانجر هي انت انت اللعبة وليدي ويك ايه؟ سلول. طيب واحدة كمان نزولها انا بسي كل حاجة ونعم خلاص انا خلصت انا وقف عند حتة مهمة اسمها كورنيا ديستور. فاضل كورنيا ديسترومنت فاضل كورنيا ديسترومنت بس خلاص زودوا لي بس في واحد عامل انفلاميشن في الكورنيا وانفلاميشن في الايرون ده بياخد كورتيزون وبرده مع نفس الاحتياطات. يا ريت الاحتياطات تكتبوا معاهم كلهم تحت بس مش الاحتياطات ثلاث احتياطات تكتبوا معاهم كلهم. اسمه ايه عامل انفلاميشن في الكورنيا وفي الايرون اسمه كيراتو يوجاري ده ياخد كورتيزون برده كيراتو يوجاري كيراتو يوجاري. اجدع دكتور هيكتب لك اربعه او خمسه او انا في كام لحد دلوقتي دي كام ياخد كورتيزون؟ 8 حلو قوي 8 كتير. كورنيا الديسترومنت صعب قوي تختار دلوقتي على ما هتشوفوا وان شاء الله معاك يعني انت انسان غلط تماما مره النهارده لازم تشوف الراوند على بوك حته الاول ايه؟ يوم السبت بس الراوند على بوك حته الساعه 19 ونص ايه؟ يوم الاثنين